دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على اغلب الانحاء معتدل على السواحل الشماليه، بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده نشاط رياح على كل الانحاء بتكون مثيره للرمال والاتربه على مناطق المكشوفه بشمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه من السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا يمكن بقالنا كذا يوم كده الجو معتدل والاجواء يمكن مستقره بنوعا ما الصبح وحتى بالليل في نسبه بروده شويه. هو طبعا بالفعل ما زلنا بنتاثر بالاجواء الرباعيه المستقره في معظم محافظات الجمهوريه. قيم درجات الحراره خلال فتره النهار في اغلب المحافظات اقل من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، لان بتاثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه بتحمل جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان وجود الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فده اللي بيخلي العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تسجل 29 درجه مئويه في اجواء رباعيه ما بين الحاره الى المائله للحراره في القاهره الكبرى الوجه البحري محافظات شمال الصعيد. اجواء معتدله تماما في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، اجواء حاره في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون كمان في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع وجود اشعه الشمس. بالفعل فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس البروده موجوده في الجو، خاصه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر الصغرى فتره الليل ما بين 18 و19 درجه مئويه، لان كمان بيكون في نشاط رياح في اغلب محافظات الجمهوريه متوقع اليوم. دايما وجود نشاط رياح هو اللي يساعد اكثر ان احنا نحس بالبروده ونحس بانخفاض قيم درجات الحراره، لكن النهارده نشاط الرياح هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض الاماكن من جنوب سيناء، بعض الاماكن كمان من محافظات شمال وجنوب الصعيد، لكن المناطق الشماليه القاهره الكبرى الوجه البحري السواحل الشماليه مش هيكون عليهم اي اتربه ورمال مثاره. كمان هيكون اليوم في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على مناطق من السواحل الشماليه الشرقيه دمياط بورسعيد رفح العريش ومناطق من شمال الوجه البحري، لكن هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. وننوه ان النهارده في ارتفاع امواج على الشواطئ الشرقيه للبحر المتوسط، يعني المنطقه الموجوده في دمياط بورسعيد رفح العريش في ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط، الموج بيتجاوز 2.5 متر، فلازم ناخد بالنا من اضطراب البلاحه البحريه من الجهه الشرقيه للبحر المتوسط. الاحوال الجويه الرباعيه المستقره دي متوقع انها تكمل معانا حتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، يعني لحد يوم الخميس الجو مستقر، قيم درجات الحراره ما فيهاش اي ارتفاعات، والبروده موجوده معانا خلال فترات الليل. فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين نوعيه الملابس فتره الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر وفتره الصباح الباكر لازم تكون ملابس خريفيه، ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل. حضرتك قلتي لي ان يوم الخميس الجاي هتبدا بعد كده يمكن من الجمعه نعاود الارتفاعات مره ثانيه، ده بالفعل هتصل درجات الحراره لكام بالظبط؟ هو تدريجيا هتبدا قيم درجات الحراره ترتفع، يعني احنا مع يوم الجمعه هتكون 31 درجه مئويه، بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون كمان ارتفاعات تدريجيه توصل 32 و33 مع الاسبوع المقبل، فهتبدا موجه ارتفاعات تدريجيه في قيم درجات الحراره. لكن الى الان هي قيم درجات الحراره بتكون في حوالين ال 30 ما بين 32 و33 درجه مئويه، ده مطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها معاكم من القاهرة والعظمى 29 الصغرى 18 عاصمة الإدارية 28 17 الإسكندرية 23 16 العلمين الجديدة 24 15 مطروح 24 15 دمياط 24 17 بورسعيد 24 17 إسماعيلية 30 18 السويس 29 17 العريش 25 16 كاترين 27 11 طابة 29 18 حلايب 30 21 شلاتين 32 21 شرم الشيخ 31 22 الغردقة 32 22
الفيوم 30-18، بني سويف 30-19، الوادي الجديد 32-18، أسيوط 31-17، سوهاج 32-20، قنا 33-22، الأقصر 34-22، وأخيرا أسوان 34-22. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس، وأعتقد إن احنا حتى نهايات الأسبوع الطقس هيكون معتدل، وده أجواء كده كويسة جدا، لأن معظم أولادنا دلوقتي في الامتحانات الأجواء معتدلة. بتمنى طبعا إن احنا ناخد بالنا لأولادنا وهم نازلين المدرسة الصبح بدري يكون معاهم جاكيت خفيف، لأن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن ساعات النهار.